الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك يا عبد الله، هل للموت أعددت أم للدنيا شغلتك وعن المنية حجبتك؟ تذكر ظلمة الليل كيف توحش القلوب، فكيف بظلمة القبر مع عظم الذنوب؟ تذكر ظلمة القبر ومفارقة الأحباب، تذكر اللحد والكفن وسوء الحساب، تذكر سؤال نكير ومنكر الغلاظ الشداد، وأنت المسكين الضعيف، أما الجواب وأما العذاب. والنار تلتهب ورب العرش غضبان، إنها قصة لشاب حدثنا بها علماؤنا وبعض مشايخنا ممن حضروا هذه القصة. قبل أشهر قليلة كانت الدولة السعودية حياها الله تقوم ببناء طريق الحجاز، وهو على مسافة كبيرة، حتى وصل هذا العمل إلى قرية صغيرة وأوقف هذا المشروع. مقابر قديمة توجد في الطريق، فذهبت الشركة إلى الحاكم وقصوا عليه ما حدث، فقال الحاكم: أخرجوا كل من كان في هذه القبور وأدفنوهم في مكان آخر وأتموا هذا المشروع، فالأحياء أبقى من الأموات. فكان آخر ما من دفن في هذه المقبرة من 30 سنة، فبدأوا ينبشون القبور قبرا تلو الآخر تلو الآخر تلو الآخر، فلا يجدون في هذه القبور إلا روائح منتنة ورفات العظام وبلايا الإنسان وعظام أكلتها الديدان، حتى وقفوا عند قبر كان آخر من دفن منذ 30 سنة، فنبشوا القبر على صاحبه حتى وقفوا على اللحود، أبعدوا تلك اللحود وبدأ الجميع يكبر ويهلل. وجدوا صاحب القبر في كفنه كما هو، ما تغير لون الكفن، فهو أبيض كالبدر ورائحته طيبة زكية، ولا يعلمون من داخل ذلك الكفن. أخرجوه من قبره والجميع يكبر ويهلل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من هو هذا السعيد؟ من هو سعيد الآخرة الذي داخل هذا الكفن؟ ففتحوا الغطاء عن وجهه، فإذا بأهل تلك القرية يجتمعون عنده ويقولون: هذا فلان ابن فلان، مات قبل 30 سنة، ما تغير وجهه ولا جسده، وكأنه دفن الآن. فأخذوه إلى أبيه، فتح أبوه الغطاء عن وجهه وأخذه في حضنه يبكي ويكبر ويقول: يا الله، ما أعظمك يا الله، ما أكرمك يا الله، ما أعظمك يا الله، ما أكرمك يا الله. بعد 30 سنة تعيد إلي ابني، بعد 30 سنة تعيد إلي ابني، وما تغير منه شيء. فحملوه وذهبوا به إلى قبر آخر ووضعوه فيه، ثم عاد الناس إلى أبيه يقولون: نسألك بالله، كيف مات ابنك؟ ماذا كان يفعل حتى يبقى جسده هكذا؟ والله إننا فتحنا قبورا، إننا فتحنا قبورا قبله، وما وجدنا غير عظام بالية ورائحة نتنة وأجساد فانية. ماذا فعل ابنك في حياته؟ فقال الأب: والله والله، إني منذ أن عرفت ولدي ما تأخر ولا فاتته تكبيرة الإحرام في صلاته، ودائما في الصف الأول، فكان من عمار بيوت الله عز وجل. والله من يوم أن عرفت ولدي إلا وجدته مستيقظا لصلاة الفجر، والله مات بني وهو محافظ على الصلاة. لأجل هذا ما تغير لون جسده وما فنيت عظامه، لأنه كان دائم الصلة بينه وبين ربه سبحانه، وكان ابني يحب هذه الصلة أكثر من نفسه، حتى أكرمه الله عز وجل بهذا النعيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، من المخلصين الخاشعين الصادقين القانتين، وتقبلها منا يا رب العالمين، وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم آمين. ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، دمتم في رعاية الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.